عشر مهارات يذكرها الغربيين. أنا بناء على دراستي أريد ألخصها لكم بستة. ملخص الكلام كله، ستة صفات للقائد الفعال أو ستة أدوار. أول دور رئيسي من أدوار القائد الفعال إدارة التخطيط، مو بالضرورة التخطيط وإنما إدارة التخطيط، بمعنى أن يتأكد أن في خطة وفي أهداف واضحة وأن الخطة معروفة وأن في لها تفاصيل وإجراءات وماشين عليها ومتابعة. في خطة، قائد الفعال إما هو يدير وضع الخطة، لاحظ كلماتي دقيقة، أنا ما قلت يضع الخطة، قلت يدير وضع الخطة أو يكلف من يضع الخطة وهو يتابعه. بس ما يصير تشتغل بدون خطة، لأن مرة أخرى ما هي القيادة؟ تحريك الناس نحو الهدف. زين إذا ما في هدف واضح اللي هو خطة واضحة، كيف سنحرك الناس؟ دور الثاني من أدوار القائد الفعال، أشياء ذكرت أشياء لم تذكر، أنا قاعد أعطيك خلاصة تجربتي، هو فتح آفاق جديدة للعمل. لحظة، أنا مو قاعد أتكلم عن مدير، المدير دوره تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة، أنا قاعد أتكلم عن القائد. دور القائد، طيب احنا الان اشتغلنا في ثلاث مناطق، كيف نفتح منطقة رابعة؟ اشتغلنا بثلاث خدمات، كيف افتح خدمة رابعة؟ افتح افاق جديدة. ليش؟ لان مديري ورؤساء الاقسام وغيرهم كلهم راح يهتمون اهتمام شديد بتحسين الاداء. دوري انا ان افكر كيف افتح افاق جديدة. دور ثالث رئيسي، بناء العلاقات الرئيسة. بناء العلاقات الرئيسة، كل ما زاد منصبك زادت أهمية هذا العمل وزادت أهمية الناس اللي راح تبني معاهم علاقات. مثال، حضرتك وكيل دائرة، وكيل دائرة ممكن ينشغل انشغال كامل في العمل الإداري إذا أراد أن يكون مدير، وممكن يكلف اللي معاه أن يديرون العمل اليومي ويعطيهم تفويض وصلاحيات واسعة. شنو شغله صاحبنا؟ يروح يبني علاقات. يعني شنو؟ يعني يروح يزور، يروح شاليهات، يقعد مجالس، يحضر عزايم، يحضر افراح واتراح. ليش كل هالكلام هذا؟ ما تنسون اللي بدينا فيه اول ما بدينا، النفوذ. كل ما زادت علاقاتك زاد نفوذك، واذا زاد نفوذك استطعت ان تمنع الاشياء اللي تضرك وان تعمل الاشياء اللي بصالحك حتى لو كانت غير ممكنة بنفوذك. كيف ستعمل نفوذ بدون علاقات؟ فهذا دور رئيسي من أدوار القائد الفعال. وذلك مسكين اللي يقعد بالمكتب طول اليوم ما عنده سالفة، لأنه قاعد يتحول إلى مدير مش قائد. تبي تكون قائد؟ داوم لك يومين في الأسبوع، ثلاثة في الأسبوع، باقي الأيام تبرة. أنا قاعد أعطيك بعض الأسرار الرئيسية في هذا اللي يمكن التدريب التقليدي ما يقولها، لكن أنا أقول لك تجربة حياة وتجربة نظرية. يا اخي زور، تحرك، ابني علاقات، احضر مجالسهم، خلي يشوفون وجهك، ولا لن تكون مؤثر، لن تكون صاحب نفوذ. دور رئيسي رابع، تنمية ذاتك وتنمية من معك. تنمية ذاتك ومرؤوسينك، عشان تكون فعال لازم تتطور واللي معك يتطورون. هذه مسؤوليتك انت، لا تنتظر حد يدربك. القائد الفعال ما ينتظر حد يدربه، هو اللي يوجد فرص تدريب يصنعها صنع. لازم انت تدرس نفسك وتشوف قصورك والنقاط اللي فيها قصور عندك، اطلب يا اخي فيها دورة، واذا ما اعطوك سوها على حسابك. يعني حضرتك ما تعرف كمبيوتر؟ بقول كلمة شوية ثقيلة، عيب. اذا شو الحل؟ يا اخي روح اتعلم، اطلب من جهتك. طيب انا وزني الاجتماعي ومكانتي، يعني وين بروح لدورة؟ يا اخي الان في ناس يجيك في البيت وان تو ون يسوي لك دورة وينميك، وين وصلت يكملك. لا تنتظر حد يدربك، دورك انت انك تدرب نفسك او توجد فرص تدريب لنفسك، وايضا دورك تجاه من معك انك توجد لهم فرص تدريب. دور الخامس من ادوار القيادة الفعالة هو التقدير. انا واحد من اقاربي مسؤول كبير في الجيش، فبعد الغزو سألته قلت له أبو فلان كرموك؟ قال لي والله أرسلوا لي رسالة تقدير مع مراسل. شوف المرارة اللي فيها، ها؟ هو طبعا قاعد يقولها بسخرية وبمرارة. يا أخواني يا قادة، يا أخواتي يا قياديات، التقدير لا يفوض. ما يصير إذا واحد من موظفينك كل اللي عندك سوى شيء متميز أن تقول لرئيس القسم اشكرني يا عني،
ما يصير، لازم تدبر لك العشر دقائق هذه اللي تروح تشكرها بنفسك. التقدير لا يفوض. ترى الناس عندها وزن كبير لما المسؤول الكبير ولا المسؤول الأول يأتي ويقول لها كلمتين حلوين، حتى مع اللي تشتغل معاهم بشكل يومي. عندي سكرتير كل شوية يمر عليه، ما شاء الله عليك، من غيرك ما أدري شو أسوي. كلمة حلوة ترى والله ما تعور ولا تكلف فلوس، لكن أثرها في نفسك كثر. إذا انتبه لهذه المسألة، التقدير. وأخيرا دور السادس من أدوار القيادة، حل المشاكل المزمنة. إذا في مشكلة ما هي راضية تنحل، مثلا مشكلة تأخر عن دوام ما هي راضية تنحل، أو مشكلة إسراف وغيرها، بس حط أي مشكلة مزمنة عندكم، معناها اللي تحتك ما هم قادرين يحلونها. هذا معناها كلمة مزمنة، معناها ما راضية تروح، معناها اللي تحتك عجزوا عن حلها. ذاك يقولونها بطريقة أخرى، حل المشاكل التي يعجز عنها الآخرون. عندها تصير مشكلتك. يأتيني مسؤول التدريب، عندنا دورة مهمة مرشحين لها دكتور، فجاني مسؤول التدريب قال لي دكتور الفلاني حق مرشح حق الدورة نبي نبلغ عنها، ما احنا محصلينه، هل هذه مشكلة مزمنة؟ المشكلة مزمنة هذه؟ لا ما هي مزمنة. قلت له روح تصرف. قال اتصلت فيه كذا مرة. قلت له روح له في البيت، روح له بالدوام، ما تحولت الى مزمنة. اذا جاني بعد فترة وقال لي رحت له في البيت ورحت له في الدوام واتصلت فيه وتركت له رسائل ما رد علي، الان مشكلة مزمنة عندها، صارت مشكلتي الان تحتاج قرار، خلاص غيروه حطوا واحد ثاني او اتصل بفلان هو اللي يعرف وينه. هذا صارت مشكلتي لان اللي معاي عجز. دير بالك تأخذ المشاكل قبل ان تتحول الى مشاكل مزمنة، ودير بالك ترفض حلها وتقول مو شغلي اذا كانت مزمنة. فدورك كقائد فعال ان تميز، اذا مشكلة مزمنة صارت مسؤوليتك، واذا ما هي مزمنة لا تقبل تأخذها. فهذه ست ادوار رئيسية للقائد الفعال.